اي بي اس بتقدم لكم مدرسه اونلاين لتدريس المنهج المصري لكل المصريين في الخارج والمسجلين في السفاره المصريه. اي بي اس عندها فريق عمل كبير واصحاب خبرات وسمعه كبيره في مجال التعليم، اكتر من 100 مدرس على اعلى مستوى من الكفاءه والخبره والقدره على التعامل مع التقنيات الحديثه. اي بي اس مش مجموعه ولا دروس خصوصيه، ولكن مدرسه بمعنى الكلمه، لها خطط اسبوعيه وسنويه واختبارات دوريه وتقييم ومراقبه جوده وانشطه ومسابقات. اي بي اس تتعاون مع منصه تعليميه لشركه بريطانيه صممت بشكل سهل وسلس للطالب والمعلم ولي الامر. ما تترددش واشترك الان وانضم لاكبر مدرسه اونلاين في الشرق الاوسط. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القاهرة والماس. موضوع حلقة النهاردة هو موضوع الساعة، موضوع منظومة التعليم الجديدة وامتحانات الثانوية العامة. ومعايا النهاردة الدكتورة نهى أسامة عبد السلام. دكتورة نهى أسامة عبد السلام لها باع طويل في إدارة المدارس، دكتورة ماجستير ودكتوراه في إدارة المدارس، لها دراسات كتير ومنها دراسة دور القيادة التربوية وأثرها على التخطيط والتدريب، وكمان لقبت بحاوي تدريب المعلمين المصريين. يلا نشوف مع بعض حكاية دكتورة نهى عبد السلام ونرجع تاني ولقاء معها. حاوي تدريب المعلمين المصري ولا صاحبة الفيمتو دبلومة زي ما قالوا عليها كتير، كلنا جايين مشتاقين ومستعدين نعرف هي مين. هي حكاية جديدة علينا، ابتدت من وهي صغيرة كانت عايزة تبسط المناهج وتغير وتطور من التعليم المصري. محدش صدقها وقالوا لها انت فاكرة نفسك طه حسين؟ سكتت ما سكتتش، كانت دايما تفكر ليه المهارات ما تغلبش التلقين. كبرت وما نسيتش حلمها ثانية، وقعدت 12 سنة تشتغل على المدرسين وتحسن منهم وتنمي مهاراتهم وتطلع نتائج على المدرس قد إيه هو تحسن، وكمان على الطالب. قدرت توصل لتركيبة غيرت بيها مفاهيم مدارس كتير ومدرسين أكتر، وحصلت على جوائز من الإدارات التعليمية بعد قدرتها على تغيير المدارس وتطويرها. وفجأة تيجي الوزارة تفرض التعليم المهاري، وحلم البنوتة الصغيرة اللي كانوا فاكرينها فاكرة نفسها طه حسين يكبر بعد تعب 20 سنة، وتأسس أكاديمية بتدرب كل مدرس مصري في وقت قصير وبسعر زهيد. هي الدكتورة نهى أسامة عبد السلام. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم. معنى كلمة حاوي ليها معاني كتير، هو اسم وليه معاني كتير. في حاوي، الحاوي ده عندنا بالكلام العادي يعني الراجل اللي بيحوي التعابين أو اللي بيسيطر عليهم، وساعات بيجي مدرس يقعد يشرح ويعيد ويزيد للطلبة، ولما يزهق خالص يقول لهم يعني أنا أعمل لكم حاوي؟ لا يا سيدي شكرا، احنا عندنا الحاوي بتاعنا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا، نورتينا، ربنا يخليك بنورك. هو لقب حاوي ده جه ازاي؟ هو الحاوي في الاساس بيعمل ايه؟ يعني هم المتدربين اطلقوا الحاوي علشان الحاوي بيعمل لك دايما الحاجه من غير ما تحس. يعني مثلا يطلع لك حمامه من جوه زي الساحر كده يعني، من غير ما تحس، من غير ما تتكلف، من غير ما تعمل اي حاجه، تقدر ان انت تبقى حاوي وتطلع حاجه غريبه. علشان كده هم اطلقوا اللقب ده، لانه انا بقدر اصنع مدرس جيد ومدرسه جيده من غير اي مجهود ولا تكاليف ولا اي طلبات مني للمدرسه. تمام.
ايه صاحبه الفيمتو دبلومه؟ الفيمتو دبلومه دي هي دبلومه انا قعدت اشتغل عليها 13 سنه واحسن فيها، استخدمت فيها كل المقاييس العالميه. يعني ايه كل المقاييس العالميه؟ يعني لما جيت اعمل مثلا رسم بياني قلت اشوف ايه احسن طريقه حتى في الطرق الصناعيه للرسم البياني واستخدمها علشان اقدر اطلع نتائج على الطلبه وعلى المدرسين تطلع صح ونقدر نطلع منها خطه تحسين للمدارس. تمام. فاشتغلت على الموضوع ده 13 سنة واختصرته في دبلومة 20 ساعة. تحول المدرس سواء كان عنده خبرة 20 سنة لمدرس بروفيشنال يقدر يدخل جوه منظومة التعليم الجديدة، لأن ناس كتير جدا ما قدروش يخشوا جوه المنظومة دي بعد ما المنظومة اتغيرت، أو تحول المدرس اللي لسه متخرج امبارح أو لسه هيتخرج كمان شهرين لبرضه مدرس بروفيشنال لمنظومة التعليم الجديدة. فعلشان كده هم سموها فيمتو لانها حاجه قصيره جدا بس بتطلع نتيجه هايله. يعني حضرتك حولتي ال 13 سنه في 20 ساعه؟ بالظبط، لانه حضرتك عارف ان احنا دلوقتي في زمن سريع. ايه مشاكل الناس؟ الناس مش عايزه تدفع فلوس كتير، عايزه تاخد شهاده معتمده، عايزه الحاجه سهله، ومش عايزه تاخد وقت طويل. تمام. ومعظم المدرسين بالذات المدرسين شايفين نفسهم انهم عندهم خبره ومش محتاجين، احنا جايين نسمع ايه منها؟ فدايما انا ببتدي معاهم بايه، احنا يا جماعه هنسمع حاجه احنا عارفينها قبل كده بس خلونا نشوف، يعني بس انا هفكركم بيها، طب تيجوا نرتبها بترتيبه جديده. هو في الحقيقه انا رتبتها ودخلت جواها حاجات مختلفه، بس لو انا اطلقت عليها كده او قلت لهم تعالوا انا عندي فكر رهيب، انا فلانه الفلانيه انا تعبت قوي، محدش هيسمعني. تمام. فعلشان الناس تسمعني حاولت ان انا اقول لهم ايه، طب تعالوا بس هنقول فكره جديده. فقدرت ان انا اوظف المدرس القديم اخليه يمشي على المنظومه الجديده، او المدرس اللي ما عندوش خبره يمشي على المنظومه الجديده. طيب، مع تطبيق وزاره التربيه والتعليم منهج التعليم المهاري، تمام، ازاي الطلبه واولياء الامور والمعلم يتعامل مع المنهج التعليم المهاري الحكومي؟ تمام، احنا خلينا نتفق انه اي منهج لو انت اتعلمت السيستم